أخي المشاهد، أختي المشاهدة، السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم الدرس 96 من الزخرفة المغربية الإسلامية الأصيلة. الدرس هو عبارة عن كيفية تنسيق نموذج 12 بطريقة سهلة جدا. لنبدأ على بركة الله. في التنسيق ديال نموذج 12 غادي نستعمل هذا النموذج اللي سطرته وقطعته. طريقة التسطير راكم شفتوه عدة مرات في عدة دروس، وخاصة الدروس الأواخر 89 90 91. يعني إذا بغيتوا تعرفوا كيفاش تقسموا نموذج 12 أو نماذج أخرى، ما عليكم إلا ترجعوا للدروس اللي موجودين في القناة فن ومتعة وإبداع أو موراكن أرابيسك. لا بأس، غادي نوريكم واخا هكاك طريقة التسطير بحال اللي عملت أنا هنايا. كتشوفوا بأن راني سطرت هذا تقريبا كامل، بقاو جوج ديال الخانات اللي غادي نسطرها معاكم. كتشوفوا هنايا مثلا الزاوية ديال الخانة هي منبطحة شيئا ما، بخلاف هذه، يعني هذه حادة. السبب هو أنه هذه الدائرة الخارجية يعني القطر ديالها أقل من الأخرى. مثلا إذا درتو من هنا لهنا سنتيمتر ونصف، غادي تكون الزاوية هنايا حادة. هذا هو الفرق، يعني بسيط جدا، كيمكن لكم يعني تسطروه كما بغيتو. لتستير هذا النموذج نحتاج لمسطرة، البركار، قلم الرصاص، والممح. هنا غادي نكمل هنايا على هذا النموذج. من هنا لهنا يعني سنتيمتر مقسم على جوج، الطريقة شفتوها في عدة دروس هي اللي كنستعمل هنايا. ثم نمشيو لهنا، نربط هذا من هنايا، ثم غادي نمشي لهنايا ونربط هذه النقطة بالأخرى. الدائرة الوسطية فيها جوج القطر ديال 4 ديال السنتيمتر، ومن الوسط حتى لهنايا 7 ديال السنتيمتر، ومن هنا حتى لهنا فيها سنتيمتر واحد. بحال اللي كتشوفوا هذا يعني كيتربط هذا هكا باش نكون الخانة، وهذا كيتربط هكا. الخانة هي دابا مصوبة، ثم الخانة الأخيرة بحال اللي قلت لكم. إلا بغيتو مثلا يعني الزاوية تكون حادة، كيخصكم تطلعوا في هنايا في القطر ديال الدائرة الخارجية.
ثم كنجي هنايا يعني كنجي من الجهه الداخليه وكن نسطر هاد السطور هكا باش يكون يعني متلت بحال اللي شفتيو هنايا، وهذا كيتعمل هنايا من الجهه الداخليه حتى تساليو كلشي. اذا هذا هو النموذج الثاني عشر اللي غادي نسق معكم هنايا. ف يعني ف يعني في المره المواليه تنسيق واعد بحال اللي شفتو، تنسيق رائع، لونتو يعني هذه ورقه كبيره A3 بقى هذا الطرف هذا هو اللي غادي نقسمو ونسقو معكم. يعني هنايا الا شفتو منسق 1 2 3 4 5 6 ودابا غادي يكون النموذج للمرة السابعة غادي يكون منسق. وفي التنسيق كنستعمل هذا اللي قطعته وجدته مسبقا بحال العادة. جيت لهنايا وعملت علامات هنا وهنا باش نعرف بأن هذا هو دائما اللي خصو يكون الفوق، ثم تنجي لهنايا وكن نحط هذه مع هاد سميتو بالضبط في الوسط، لكن ندير بحساب هذه هاد الخانة وهاد الخانة فين كيتلاقاو، لأن في الأرابيسك هاد الخط هذا تيخصو يمشي هكا ويرجع هكا ويمشي إلى آخره، وهذا كذلك اللي جا من هنا يمشي هكا إلى آخره، وهذا عاوتاني اللي جا لهنايا يمشي هكا إلى آخره، حتى باش يكون يعني تناسق ديال الأرابيسك. هكذا دابا تيبان ليا منسق، وهذا المثلث اللي في الوسط يخص يكون عاوتاني كذلك يعني المساحة تكون تقريبا كيف كيف داخلية. ثم غادي نبدا نسطر، نبدا من الوسط نغيب العقل بلاتي هكذا. ثم الخانات يعني هاد المثلثات اللي هي دائرة بالوسط ثم الخانات من الداخل
كنزير بيدي اليسرى النموذج باش ما ينسحبش، منسحبش على الورقة، مهم أي اعوجاج كيتمسح فيما بعد. داكشي باش هنا الممحة ضرورية. وقلم الرصاص ضروري. فرسم هذا النوع ديال يعني رسم نماذج الزخرفة المغربية الإسلامية الأصيلة. قلي دابا هاد الخانات سطروهم هكا من الخارج باش ياخذوا المعالم ديالهم. شوفو بينا نسحب شي شويه تنرجعو بلاصتو. تظهر لي دابا سطرت كل شيء. انتما التنسيق الكامل ديال النموذج الثاني عشر. كيبقاو لكم هادو اللي في الوسط، هاد الخانة هادي وهادي وهذه خصهم يتمدوا تمديد. تمديد بحال اللي عملت هنايا، تمديد يعني تمدوا هكا، يعني تمدوا حتى النقاط ديال الوسط هنا وهنا وهي هنا وهنا. مثلا هذه غادي نمددها هكا. المهم يعني التنسيق الفوق ولا التحت غادي نديرو فيما بعد. ثم هذه كتمدد كذلك لهاد الجهة باش تكون عندي نجمة اللي كتشوفو دائرة للنموذج هاكا، كتكون نجمة هنايا. وفي نفس الوقت كي يعني الخطوط كيتمدو على حسب القواعد ديال الارابيسك، يعني ما خصوش يوقف في واحد البلاصه. وهذه كذلك هذه يعني جايه هكا وخص تمشي هكذا وبالضبط. يعني الاصلاح يعني التوازن غادي ديروا فيما بعد يعني على خاطركم، لان هذا فيديو كيطلب يعني يكون الوقت ضيق بزاف، ما غاديش يعني نصابو كما يجب، لان هذا اولا درس، ولكن الانسان ملي يكون على خاطر يصاوب داكشي مزيان بحال اللي شفتو كتشوفو هنايا. انا غير وريتكم الطريقه كيفاش
إذن دابا كتشوفوا بأن هالو كيتلقى هنا في الوسط هكذا، هذا عاوتاني تيخرج لهاد الجهة خرج لهاد الجهة وكيعرج لديك الجهة في الوقت اللي غادي تخرجو، يعني غادي تربطوه بالخطوط ديال الخلايا الأخرى. كتكون كذلك نموذج هنا نجمع هنا ونجمع هنا، وهذا تيخص يكون مضبوط نتوما يعني عينكم وميزانكم والممحى الى اخره والاصلاح فيما بعد. وغادي تشوفوا واش مثلا هذا جاي خارج من الفوق خصو يدوز من تحت هكذا، وهذا يدوز من تحت، وهذا جاي من تحت يدوز من الفوق، وغادي تمدد للنموذج الاخر. وهكا غادي ديروا لهنا ولهنا ولهنا ولهنا، وهانتوما نسقتوا النموذج بصفه رائعه جدا. شكرا على انتباهكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.